مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. التفسير الموضح لسور حزب سبح مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهر. الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة جمعناها على حلل البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة من المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في هذه الحلقة 24 من سلسلة التفسير الموضح لصور حزب سبح. في هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله تعالى من خلال سورة الكافرون. هذه السورة التي بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى البراءة من الشرك وأهله، أي أن المسلم يتبرأ تبرؤا تاما من الشرك والمشركين، وأن لا يداهنهم وأن لا يقاربهم حتى يرجعوا إلى دين الله تعالى. وورد في أسباب نزول هذه السورة أن المشركين حاولوا أن يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من المساومات، حاولوا أن يساوموا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنواع من المساومات، منها أنهم أرسلوا عمه أبا طالب وقالوا إن كان يريد مالا جعلناه أغنى أهل مكة، وإن كان يريد الجاه جعلناه سيد مكة، وإن كان يريد الملك جعلناه ملكا على مكة، وإن كان يريد الجمال زوجناه أجمل فتيات مكة، وإن كان يريد كذا، وبدأوا يعددون. وورد في الحديث وقد تكلم العلماء في سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمه وأجاب المشركين من خلال عمه: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، بمعنى أنني سأبقى على هذا الدين وعلى هذه الدعوة مهما قمتم يعني من المساومات ومن المحاولات ومن الإغراءات ومن الإيذاءات، لن أتخلى عن هذه الدعوة حتى يظهر الله تعالى هذا الدين وينتصر وينتشر هذا الدين بإذن الله تعالى. ومن ضمن المساومات أنهم حاولوا التقارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الطريق، فقالوا: يا محمد، والله لقد أعييتنا، أعييتنا يعني بشتى الاقتراحات التي اقترحنا عليك ورفضتها، والآن جئناك بمقترح جيد لعلك تقبله. قال: وما ذاك؟ قال: تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، بمعنى أن نرضي جميع الأطراف، أنت تعبد آلهتنا وأصنامنا سنة، ونحن نتنازل ونترك أصنامنا في تلك السنة ونعبد معك إلهك سنة، وهكذا لا غالب ولا مغلوب، بمعنى أن نعتبر أنفسنا جميعا منتصرين ونلتقي في وسط الطريق، أي تلتقي الجاهلية مع الإسلام في منتصف الطريق، ويداهن هذا هذا ويتنازل هذا لهذا. قالوا: إذن هذا هو الحل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الجواب من السماء: أجبهم يا محمد، قل لهم يا محمد، قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قل لهؤلاء الكافرين يا محمد، قل لهم معلنا وجاهرا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي أتبرأ
تبرؤا تاما مما كنتم تعبدونه من دون الله. أبدا لن أعبده ظاهرا ولا باطنا، لن أعبد صنما ولا حجرا ولا هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، لن أعبدها أبدا، سواء في الحاضر أو في المستقبل. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وذلك لعدم إخلاصكم. وإن كنتم تظهرون أنكم تعبدون الله لكن قلوبكم متعلقة بتلك الأصنام لعدم إخلاصكم، فليست هذه عبادة، وإنما العبادة لله أن تنزع من قلبك ما فيه يعني كفر بالله وشرك بالله. هذه الأصنام التي أردتم أن أعبدها سنة فهي لا تزال في قلوبكم، وإن كنتم تظهرون أنكم تعبدون معي إلهي فليس عندكم إخلاص في هذه العبادة، فليست هذه العبودية المطلوبة. فالله تعالى لا يريد منك أن تعبده وتعبد معه غيره وتشرك به معه غيره، وإنما أن تعبده وحده لا شريك له. فعبادتكم لله المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة، وكرر ذلك من باب التأكيد، وقيل إنه كرر ذلك ليدل على الحاضر ويدل على المستقبل. ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، فلا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا تعبدون ما أعبد في الحاضر، ولن أعبد ما تعبدون في المستقبل، ولن تعبدوا ما أعبد في المستقبل. لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على شاكلته، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه البراءة التامة التي تبرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من مساومتهم ومن محاولتهم أن يلتقي الإسلام مع الجاهلية في منتصف الطريق. ومثل هذا الكلام يقال لمن يتنازل عن دينه ليرضي يعني الكافر، ويقول نلتقي معه ونتنازل له ونلتقي معه في منتصف الطريق، وهذا لا ينبغي. وإنما ينبغي للمسلم أن يظهر دينه، أن يعتز بدينه، والله تعالى ناصر دينه بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا يكونوا أمثالكم. هذه السورة العظيمة شرع النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في ركعتي الفجر، وشرع قراءتها في ركعتي الطواف، وشرع أيضا قراءتهما في الركعتين اللتين بعد المغرب. وكما يعني سيأتي في سورة الإخلاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة هاتين السورتين في الصباح وفي المساء، قبل الفجر في ركعتي الفجر، وبعد المغرب في ركعتين بعد المغرب، وذلك لتبدأ النهار بالبراءة من الشرك وأهله وإخلاص العبودية لله تعالى. فتقرأ سورة الكافرون التي فيها البراءة، وتقرأ سورة الإخلاص التي فيها تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا براء من الشرك وأهله، وأن يرزقنا الثبات واليقين على هذا الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. التفسير الموضح لسور حزب سبح مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف زاهر. الرحمن قد أهدى عبادة دروب الخير من قاص وداني إلى الرضوان في ظل العبادة. أيا من قلبه أمسى يعاني، مع القرآن في رحب السعادة تجلى فيضه بين المعاني وبالوقفات مضمون الإفادة. جمعناها على حلل البيان.